أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على كيفية إنتاج شريط مصور وهو مشروع الوحدة، تتعرف على مفردات وتركيب في النص المسموع، عليك أن تتحدث شفويا عن شعار جبنة بوك. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستقوم بإنتاج تصوير لفيديو وهو تصوير عملية إنتاج صور ومناظر بواسطة التأثيرات الضوئية. مفهوم مهارة الاستماع، الاستماع عبارة عن عملية يعطي فيها المستمع اهتماما خاصا للطرف الآخر، حيث يعتبر الاستماع مهارة وفنا ويعتمد على عمليات عقلية معقدة نظرا لضرورة تآزر كل من التفكير والسمع مع بعضهما البعض. ومن المعروف أن لهذه المهارة دور أساسي في عملية التعلم، فقديما كانت هي التي يتم خلالها نقل الثقافة والعلوم المختلفة من جيل إلى جيل. معوقات مهارة الاستماع هي التشتت وعدم القدرة على التركيز نتيجة للظروف المحيطة، الملل، انعدام الصبر وضعف القدرة على التحمل، الافتقار إلى النشاط العقلي، التسرع في الاستماع إلى الجانب الذي يريده الشخص. أما مستويات مهارة الاستماع وهي حاسة السمع المعروفة التي يمتلكها لدى الإنسان، السماع وهو يقصد به الاقتصار على استقبال الأذن لذبذبات صوتية دون إعارتها اهتماما. الاستماع أيضا عملية يعطي فيها المستمع انتباها خاصا لكل ما تتلقاه الأذن من أصوات، وهو فن يحتاج إلى قدرات قوية نتيجة ضرورة أعمال الذهن. الإنصات هو أعلى درجات من الاستماع، بحيث يتصف الانتباه القوي والتركيز الشديد أو ما يعرف الاستماع اليقظ. أيضا التدبر يقصد به الإنصات مع الاستخلاص الفائدة وأخذ العبرة والحكم في كل ما يسمعه الإنسان، وهذه المراحل متعاقبة تبدأ من استقبال الذبذبات وتنتهي بالمبالغة. أهمية مهارة الاستماع: تعزيز وتنمية عملية التفكير، بناء مهارة النقد، تعزيز عملية الاتصال، مهارة تعليمية بامتياز، تعليم الأشخاص المكفوفين، وتنمية اللغة الشفوية. أما مهارة الاستماع الجيد فهي إبقاء العينين متصلتين، تجنب مقاطعة المتحدث، البقاء جالسا وتجنب الحركة غير الضرورية، الالتزام بالإيماءات والحركات، وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. أما مهارة التحدث، تعد اللغة وسيلة التواصل الأساسية بين البشر، وتكون إما محكية وإما مكتوبة، وللنوعين مهاراته الخاصة، ويعد التواصل الشفوي من أكثر أنواع التواصل انتشارا واستخداما بين الناس. ولتطوير اللغة المنطوقة نحتاج لفني التحدث والاستماع. أما اللغة المكتوبة فتمثلهما القراءة والكتابة، وتمكن الإنسان من مهارات التحدث والاستماع أهمية كبيرة في حياته. كيفية إتقان مهارة التحدث؟ المتحدث بارع عزيزي الطالب يبحث عن الوسائل والطرق التي تقوي هذه المهارات وتنميها. من هذه الوسائل: الإيمان بما يقول، أن يكون قدوة حسنة للمستعين طبعا، معرفة الفرد أن آراء الناس مختلفة ويظهر ذلك في كثير من الأمور، التقليل من الكلام فلا يستأثر الكلام لنفسه فقط، وعليه مراعاة الوقت أثناء الحديث وعدم الإطالة، الاستعانة بالأمثلة، فالمثال الجيد والمناسب يوضح الفكرة المرادة ويقنع الآخرين ويبقى راسخا في ذهن السامع، البحث عن النقاط المشتركة بين المتحدث والطرف الآخر، فهذا الأمر يساعد على قبول كلام المتحدث، العلم، فعلى المتحدث أن يكون على معرفة بالموضوع الذي يتحدث عنه، الإعداد الجيد، يجب على المتحدث في موضوع مهم أمام مجموعة من الناس وتحضير لذلك الموضوع، أيضا وضع هدف واضح من الحديث كإصال معلومة جديدة مثلا، فالحديث الذي يخلو من هدف أو الذي يقوم على هدف ضعيف يفتقد إلى روح التأثير والإقناع، ولذلك يجب أن ينال الموضوع اهتمام المستمعين وعنايتهم. الثقة بالنفس: المتحدث الماهر أن يكون واثقاً من نفسه ليصل إلى قلوب وعقول المستمعين إليه ويحقق الأهداف التي يسعى إليها. أيضاً الصدق هي من أهم الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها المتحدث، فيلتمس الصدق والأمانة في نقل المعلومة الصحيحة للمستمع، ويتحرك كذلك الصدق في العاطفة والمشاعر التي يظهرها الآخرين، وأيضاً مراعاة حال المستمع، وذلك أن يختار الموضوع واللفظ المناسبين شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.